لان الاجراء ما وصلنا في الاتفاق ديال المبدئي، فكان لقاء في الدار البيضاء بحضور لجنه مكلفه على الحكومه وبممثلين وزارة الصحة وبممثلين نقابة الثمانية. هذاك اللقاء دام ثلاث أيام أصفر على محضر اتفاق مبدئي اللي على أساس ديالو غادي يكون في شهر جونفيي غادي تم الأجراء ديال هذوك النقاط اللي تم الاتفاق عليها. كيف إفكتيفمون في شهر جونفيي كانوا لقاءات متتالية مع الشركاء الاجتماعيين، وكانت وزارة الصحة تجيب لنا العروض اللي كانت تجيب لنا باسم عرض حكومي، تقول لنا هذا عرض حكومي، عرض حكومي الأول اللي تم الرفض ديالو من عند جميع الشركاء الاجتماعيين. كان جا عرض حكومي ثاني اللي تم الاتفاق عليه اللي كانوا فيه بعض كان فيه نقاش وأصفر على اتفاق على اتفاق مبدئي في 23 يناير. من بعد منها كاين واحد الصمت غير مفهوم، ما كانش كانوا نقاط خلافيه اللي ترفعات لرئيس الحكومه هو غادي يجاوبنا عليهم، ما كان رد من رئيس الحكومه لا على النقاط الخلافيه ولا على النقاط اللي هي متفق عليها. دونك فهاديك الوقيته تحبس الاتصال وتحبسوا الجولات ديال التواصل، ما كانش التزام الحكومه بكل ما تم الاتفاق عليه. انتظرنا شهر تقريبا فيفريي كامل حنا تنتظروا. من بعد منا في الاواخر ديال فيفريي النقابات جميع النقابات اعلنت على مسلسل نضالي، كل واحد كل نقابه على حده. من بعد وصلنا لضروره التنسيق وتوحيد الجهود ما بين جميع الشركاء الاجتماعيين وتوحيد وتكتف الجهود وخروج من برنامج نضالي موحد. جواب على السؤال ديالك، ما كاين حتى شي تفاعل، ما كاين حتى شي نقطه ما تم الحسم فيها الحدود الساعه. كيف ما قلتي دابا 4 شهور باش تم الاتفاق الحدود الساعه، ما كاين حتى نقطه ما تم الحسم فيها. السؤال الثاني ديال الاضراب، المصالح المعنيه بالاضراب هو قطاع حيوي، قطاع الصحه اللي هو قطاع حيوي، ونحن نستحضر بقوه ضروره المواطنين والمواطنات الخدمات الصحيه. وبالمناسبه نتاسف عموم المواطنات والمواطنين على هذا الوضع اللي اجبرتنا الحكومه اننا نوصلوا ليه. المصالح اللي معنيه اللي ما معنيهش بالاضراب هما جميع مصالح الانعاش والمستعجلات، جميع مصالح الانعاش والمستعجلات تتبقى خدامه، كاين 24 سور 24 تتكون الاستمراريه ديال الخدمه ديالتها. ولكن المصالح الاخرى اللي تشتغل اللي ما داخلاش في المصالح المستعجله راه هي اللي تتكون مطلقه. وتنجددوا عاود اعتذارنا لعموم المواطنات والمواطنين، وتنتمناو من الحكومه انها تعرف ضروره استمرار الخدمات الصحيه وتقريبها للمواطنات والمواطنين اللي هي حق، وتتفاعل مع المطالب ديال الشغله الصحيه اللي هي مطالب مشروعه. وتنقولوا للحكومه بان كيف ما كانت الشغله الصحيه مجنده بنكره اللي دات وبروح المسؤوليه، ستتجند للدفاع عن مطالبها وتحقيق جميع المطالب اللي تم الاتفاق عليها.